هي في عودة لمخيمات، هي كانت موجودة المخيمات الصيفية في هذا الجانب. أيضا سنؤطر الإقامة عند الساكن، لأنه موسم الاصطياف كما شهدناه كل سنة هناك يعني تهافت كبير وطلب كبير. هناك يعني نذكر هناك نقص في يعني قدرات الإيوائية، وبالتالي سنعمل على يعني توفير كل الظروف وكل الشروط للشباب وللعائلات الجزائرية. وأيضا نثمن مبادرة التي تم إطلاقها في السنة الماضية، وهي استغلال الإقامات الجامعية لصالح الطلبة، لصالح الشباب والعائلات ذوي الدخل المتوسط. أكيد يعني هو كل برنامج عمل ينطلق على أساس تدارك النقائص المسجلة وتثمين يعني الإيجابيات، وأكيد هناك إيجابيات، يعني ما نقولوش أنه دائما نقائص، هناك إيجابيات تم تسجيلها، فالآن إحنا نثمنها ونتدارك نقائص إن شاء الله. من بين هذه النقائص هو أننا يعني القرار الذي تم أخذه من طرف السيد الوزير هو أنه حق الامتياز بالنسبة للشواطئ سيتم يعني إعطاؤه أو إعطاء الفرصة للمهنيين لاستغلال الشواطئ هذه السنة حتى يعني نضمن نوعية الخدمات. ونفس الشيء بالنسبة للفنادق، هو التركيز على التكوين المستمر، التركيز على التكوين المتواصل لكل الأعوان ولكل المستخدمين حتى نضمن إن شاء الله خدمات في تضلعات العائلة الجزائرية. لأننا أولا وقبل كل شيء هو التركيز يتم على حث العائلة الجزائرية لقضاء عطلتها في الجزائر. يعني المقومات السياحية والمقومات الطبيعية التي نمتلكها ربما غير موجودة في البلدان المجاورة، فلهذا لابد من التنسيق، لابد من العمل سويا من أجل إنجاح هذا الموسم.